لا نفس الطيارة يا الكلام. فندم، الطيارة يا فندم لما هتوصل والركاب ينزلوا هتبقى في عهدتكم كحجر صحي. بالظبط كده، ما تاخدش كليرنس ان هي تطلع الا بعد تمام التطهير ونديها افراج صحي. طب اللي معاه شنطه خلاص. اللي معاه مش عارف حتى الشنط بيتم تطهيرها كمان، اللي لابس قميص بدله هتتعاملوا معاه ازاي الحاجات دي؟ كل الحاجات دي اللي هم كانوا لابسينها بعد ما يوصلوا بيتم ازالتها من عندهم وبيتم تطهيرها تاني. الحاجات الملابس اللي هم بيستخدموها وترجع لهم تاني بعد التطهير. انما الشنطه ككل بيتم تطهيرها قبل ما تتحمل على الاتوبيسات اللي هي تخرج بيها. لا يعني دلوقتي طاقم الضيافه طاقم الضيافه الركاب اللي يعني هدوم اللي عليهم دي هيغيروها طبعا، وانتوا تاخدوها يا فندم؟ بناخدها ويتم تطهيرها تاني وترجع لهم تاني. ايه ده للدرجه دي؟ اي فندم، كل حاجه معمول حسابها بما فيها الملابس اللي لابسينها الركاب او طاقم الضيافه او الشنط بتاعتهم او النفايات اللي خارجه من الطياره. يعني الناس اللي جايه دي والاجراءات اللي بتعمل دي، ده الكتاب بيقول كده يعني، اقدر اقول بيقول كده طبعا. طب الست دايما بيقول الكتاب بالظبط. السيده الحامل والاطفال الصغيرين هتعامل معاهم ازاي؟ في طبيب نسا موجود او طبيب نسا موجود على الطياره موجوده معاهم في حاله ان هي تكون هتولد او حاجه، موجوده ومجهزه بالمعدات اللازمه للولاده. وفي طبيب اطفال مبتشرين موجود برضه على الطياره. فاحنا عاملين حساب كل المصريين، كل الحاجات اللي موجوده اللي معاهم. الركاب يا فندم خلصوا اجراءات في المطار وطلعوا الطياره، اول ما بيطلعوا الطياره بيتعامل معاهم ازاي؟ اللي مسافرين ولا لا اللي موجودين دلوقتي في ووهان؟ اللي في ووهان خلاص، هو طلعوا الطياره في فريق الطب المجهز بيجهزهم بكل الحاجات الوقائيه برضو الموجوده. يعني بيلبسوا كلهم الماسكات طبعا، والفريق كله لابس ماسكات في الطياره طبعا، كله طبعا. انا عايز اخلي الناس بس يبقوا عارفين الوضع شكله ايه، فكله لابس ماسكات لحد ما يرجعوا بالسلامه ان شاء الله. تمام. ثم بعد ذلك الرحله ال 10 11 ساعه دول بيتعامل ازاي معاهم؟ الفريق الطبي موجود بيفحصهم كل فتره عشان يتاكد ان هم بصحه جيده ومفيش اي حاجه بتحصل او اي اعراض بتظهر عليهم. وبتاني طول الرحله بيفحصهم بشكل دوري طول الوقت. والعدد كافي طبعا، الفريق الطبي اللي موجود على متن الطياره عدد كافي جدا للركاب الموجودين على الطياره. دلوقتي لو انا بتعامل معايا باخد الاكل وبرجع الاكل بعد ما اخلص كده، الاكل بتعامل معاه ازاي برضه كضيافه؟ كل هم معاهم الشنط اللي هي بتاعت النفايات اللي موجوده معموله في كل مكان، في شنط موجوده اي حاجه بيستخدمها الراكب او بيعملها بيتحط في الشنطه دي. الشنطه دي نفايات خطره برضه، بناخدها اول ما توصل الطياره وبتروح في المحارق برضه. كل النفايات اللي خارجه من الطياره، اي حاجه يتعامل بها الراكب، منديل، بقايا اكل، الحاجات اللي تقدم له فيها الاكل، كل ده. خدنا تجهيز الطياره دي وطاقم الضيافه وقت قد ايه؟ احنا بقالنا حوالي اسبوع بنعد في الطياره وبنعد في الطاقم بتاع الطياره برضه، بنقعد دربتهم على ايه طاقم الطياره؟ بيدربوا برضه على التعامل مع الحالات يعني بقول له تعمل ايه؟ بيتقال له بالظبط يعني، في ادله ارشاديه بنقولها ازاي يتعامل مع الحالات، الحالات التنفسيه، اذا كان في حاله وبائيه موجوده على الطياره بيعمل ايه؟ حتى الطاقم نفسه لو هو مش موجود، وده حتى بنقوله في الطيران كله. في كل الطيارات مش بس الطياره دي. الطياره دي بس عشان مخصوص ورحل المنطقه اللي ظهر فيها الوباء، فاحنا عاملين لها اعداد خاص وفريق طبي خاص موجود عليها. انما كل الطيارات بنتكلم مع كل الطيارين ومع كل شركات الطيران وبنقول ايه الاجراءات بالنسبه للطيارات القادمه من مصر، بتبقى في عليها ايه، ولو في حاله بتظهر عليها بيبلغ قبل ما يوصل، وبيبتدي نعمل استعداداتنا على الارض لاستقبال الطياره، وبيتعامل مع فريق الحجر الصحي قبل ما يتعامل مع اي حد، وبيقوم بكل اجراءاته الوقائيه اللي هو مدرب عليها.